مرحبا بكم في أحد حلقات سلسلة رحلة اليقين للقنيبي، والتي وبكل صراحة لا أعلم كيف يسميها باليقين، وهو يزعم أن نهجه علمي، والعلم طبعا ليس به يقينيات أصلا بل كله احتماليات. عموما ما علينا، في الحلقة 43 بعنوان هل بالفعل 99% من العلماء يؤيدون نظرية التطور؟ في هذه الحلقة يحاول القنيبي أن يبين لنا بأن نظرية التطور هي مجرد نظرية لم نكن لنسمع بها لولا دعمها من قبل اللوبي العلمي العالمي المتآمر على نظرية الخلق كن فيكون، أي أن هنالك مؤامرة عالمية ضد نظرية الخلق مشترك فيها كل الجهات الأكاديمية العالمية والتكنقراطية والعلماء ومراكز الأبحاث والحكومات وكل من يدرس نظرية التطور. لكن مع ذلك فهناك البعض من الأذكياء الحريقين من مثل طبعا القنيبي كاشفين العملية، وهؤلاء هم من سماهم ستيفن نوفيلا في كتابه ذهنك المخادع بجنود النور. وجنود النور هم الأقلية من السكان شديدي الفطنة، يعني من أمثال القنيبي، الذين لا يرضخون للمؤامرة ويكشفون للعامة المغلوبة على أمرها التي هي طبعا أنا وأنت خطط وأسرار هؤلاء التطوريون الذين نعتهم بأصحاب فخامة الخرافة. ولأن هذا اللوبي كالأخطبوط له يد بكل مكان، فما أن يظهر أحد من جنود النور لينور للناس الدرب تراهم يقضون عليه على الفور، أي يقوم بلعب دور الضحية التي يجيدها من يملك الفكر المؤامراتي من مثل القنيبي. فنراه تارة مثلا يتحدث باسم الضحايا، وتارة يضرب جرس الإنذار قائلا هناك ترهيب في المجتمع العلمي يمارسه لوبي الخرافة، عندما تجبر المدارس على تعليم الأطفال أن الفضل لفخامته فتغسل عقولهم من نعومة أظافرهم، وعندما يفقد من يعارض فخامته تتم حرمانه من الكثير من فرص العمل، بل وقد يتعرض للمحاكمة، وعندها يغرى الباحثون بدعم مالي إذا زاخوا باسم الخرافة بلا بلا بلا. ثم يكمل والطرح مستمر، وأتباع الخرافة في بلدان مختلفة يرصدون المدارس التي تعارض الخرافة وتؤمن بالخلق ويسمونها بقائمة العار. وعندما تفحصت في المقال الذي عرضه هذا ما وجدت. لاحظوا كيف لعب الدكتور المحترم بمضمون المقال وزود من عنده البهارات، فعند الرجوع للمقالة لم أجد ما يتحدث عنه ولا وجد جملة قائمة العار التي عمل عليها زو. لكن هذا ليس موضوعنا، فهذا ليس غريب على القنيبي، وهو عندما يفعل ذلك فهو ليس الوحيد في اتخاذه لذلك سبيلا، ولم يقم لوحده باختراع نظرية المؤامرة الكبرى، ما هو إلا بوق للكثيرين من الخلقيين الذين حاولوا أن يركبوا حصانين في آن واحد ورجعوا بخفي حنين، لم يقدموا علما وبالمقابل أهانوا دينهم. في هذه الحلقة وغيرها يعرض لنا القنيبي أعضاء جنود النور الخلقيين الضحايا في طرح ساذج ومختزل وخالي من الأدلة وبعيد جدا عن الموضوعية. وبعد هذه المقدمة ينتقل بنا القنيبي وبحركة بهلوانية لا أعرف بصراحة كيف أداها، لكي يفتخر بما قدمه جنود النور من بحوث وأوراق علمية عالمية قائلا، أو حين يهمونك بأنه لا توجد هنالك مشهورات علمية مفصلة محكمة تفند نظرية التطور، ويقول التطوريون إن كان عندك اعتراض علمي على نظرية التطور فاكتبوا بحثا علميا وانشروه في مجلة العلمية، وكأنهم اطلعوا على ما هو منشور على الكثير من الأحكام المحكمة تصرح برفض
نظرية التطور وبأنه لابد لهذا الكون من تصميم ومصمم. وليثبت كلامه قدم لنا قائمة بمئات الأبحاث المحكمة منشورة في مجلات مرموقة عالمياً، وبها تلخيص لهذه الأبحاث حسب زعم. قبل أن نتفحص القائمة يتبادر إلى الذهن سؤال: كيف يتم اضطهاد جنود النور لكي لا تظهر للعلن منشوراتهم وبنفس الوقت تنشر بحوثهم في مجلات مرموقة عالمياً؟ هذا منطقياً لا يجوز، فأما أنه لم يتم اضطهادهم، أي هم قد يكونوا ممن لم يلتزم المنهج العلمي والبروتوكول الصحيح الذي تعتمد عليه المؤسسات العلمية المعتبرة والمجلات لنشر أي بحوث علمية، وهذا سنبحث عنه في حلقة أخرى، أو أن هذه المراجع لا تحتسب على المجتمع العلمي لأنها منحازة بصورة أو أخرى ولا تلتزم بالمنهاج العلمي الصحيح وأصوله. أمور من مثل أن يكون عليه مراجعة الأقران مثلاً، أي جماعات من نفس الاختصاص يدرس كل منهم على حدة الموضوع ويقدم عليه النقد العلمي، وهذا ما سنقوم البحث به في هذه الحلقة. بالنظر إلى الموقع الذي يعرضه القنيبي كمرجع لمعلوماته والذي هو مركز العلم والثقافة في مؤسسة ديسكفري وهي الموجودة بالصورة، وببحث بسيط في الشبكة العنكبوتية عن مهام هذه المؤسسة وجدنا التالي: الترجمة. مهمة مركز العلم والثقافة في مؤسسة ديسكفري هي في تحسين فكرة أن الإنسان والطبيعة هما ناتج التصميم الذكي بدل من نتاج عمليات عمياء وغير موجهة. نحن نبنو إلى عمل تغييرات علمية وثقافية على المدى البعيد من خلال الأبحاث العلمية الأحدث وتقديم المنح الدراسية، أي تعليم وتدريب القادة الصغار والتواصل مع عامة الناس ودعم الحريات الأكاديمية وحرية التعبير للعلماء والمدرسين والطلبة. واضح من مهام هذا الموقع أن به انحيازات أيديولوجية، فهم واضحون بأنهم فقط يناصرون ويدعمون نظرية الخلق والتي أولوها وحوروها لتلبس الاسم الجديد التصميم الذكي. لاحظوا أيضاً بأن هذه المؤسسة تقدم منح دراسية لمن يقوم بأبحاث في المجالات التي تهمها، وهذا ليس انتقادها بما يخص هذه الناحية، إنما هو رد على القنيبي الذي اتهم مجلة نيتشر المعتبرة بتقديم منح دراسية للعاملين بالأبحاث العلمية. فكل جهة بحثية تقدم المنح الدراسية لزيادة البحث العلمي، المشكلة ليس بالمنح بل بنوعية الدراسة ونوعية البحث، وهل هو علم صحيح أم علم مزيف، ونظرية المؤامرة بالتأكيد علم مزيف. فما يفعله الفكر المؤامراتي هو التنقيب بالمعلومات في المراجع التي تؤكد الانحيازات ليفبرك قصة يضطر بها أن يكذب المرة تلو الأخرى لتكبر نظرية المؤامرة وتنفجر بحيث تخرج عن سيطرة الشخص. وحتى نوضح ما نريد أن نقوله بصورة أفضل، دعونا نقارن بين مؤسسة ديسكفري ومجلة علمية مرموقة مثل نيتشر، وكان هذا هو التعريف بها. الترجمة. مجلة نيتشر هي أشهر مجلة علمية عالمية أسبوعية، تحتوي كذلك على المنشورات الرئيسية لأبحاث نيتشر. إنها تنشر أفضل الأوراق في مراجعات الأقران في كل المجالات العلمية والتقنية على أسس رسمية، أي أنها مبنية على علوم راسخة واعتماداً على مدى أهمية هذه الأبحاث وأهميتها بين المجالات العلمية المتداخلة. على هذه الأبحاث أن تكون متوافقة مع الزمن وسهلة المنال ومتميزة وبها نتائج مبهرة. الأوراق التي تتميز بها نيتشر والأخبار العلمية التي حازت بتقديمها على جوائز والتعليقات التوجيهية ورأي الخبراء على أخبار وحوادث علمية سارية يمكن القراء من أن يشاركوا بنشر آخر الاكتشافات في العلوم وأن يطوروا المناقشات العلمية في المجتمع العلمي. ف
فهل لاحظتم الفرق بين مرجع يعامل كل المجلات العلمية بصورة أكاديمية بروفيشنال وتلك التي تقودها انحيازاتها الذاتية؟ هذا أول سبب يجعلنا نلغي بهذا المصدر جانباً ونعتبره أصلاً غير صالح كمركز للأبحاث العلمية. لكن ولكي نساعد قراءنا على التفكير النقدي السليم، دعونا نلقي نظرة على بعض هذه الدراسات التي قدمتها ديسكفري لنرى هل بالفعل عليها دراسات الأقران التي تساندها كما يزعم القنيبي أم لا. فدخلنا على هذه الصفحة، أي صفحة الأبحاث التصميم الذكي التي تم عمل مراجعة الأقران عليها، وعند تصفح الصفحة وجدنا التالي: الترجمة. بالرغم من وجود سجل من نشرات التصميم الذكي، فنحن ننوه وبين قوسين بأن وجود مراجعة الأقران للأدبيات العلمية ليس مطلب مطلق ليعرض الجدارة العلمية للفكرة. نظرية داروين نشرت أول مرة في كتاب للعامة وليس في ورقة يتم مراجعة الأقران عليها. طبعاً هذا التصريح أقل ما يقال عنه بأنه مضحك، فكتاب داروين صدر عام 1859، ولم يكن وقتها يوجد دوريات يقوم أصحاب الاختصاص فيها بمراجعة المادة العلمية. عمليات مراجعة الأقران هي سمة للمنهج العلمي الحديث الذي طبق منذ أواسط القرن العشرين، لكن مع ذلك تعرضت النظرية للتخطيط ومن قبل الكثيرين وخصوصا في بداياتها، لكنها وفي كل مرة تبرز بصورة أفضل لتؤكد النموذج العلمي في تنوع الأحياء والذي هو التطور بالانتقاء الطبيعي، وهذه هي سمة النظرية الناجحة. أما اليوم فمراجعة الأقران هو أساس تقبل أي بحث وبالتالي بصورته الأولية، ومن الطبيعي أن يكون لدى العلماء الكثير من الأسباب لعدم الثقة في دورية عليها تأثير جذري من جماعة التصميم الذكي المنحازة أيديولوجيا. لكن وبغض النظر عما إذا كانت مؤسسة متحيزة أم لا، فوفقا للوضع الحالي أي مشروع من هذا النوع سيجابه تحديات كبيرة لنيل ثقة المجتمع العلمي. عموماً عند تفحص أول اسمين في قائمة المراجعين نجدها كالتالي: دوغلاس إكس ويليام دمسكي حسب الويكيبيديا، هما اسم لمدير مركز ديسكفري والآخر لشخص يعمل بنفس المؤسسة، أي هم نفسهم يصححون لبعض، فهل يقول ذلك لنا شيئاً؟ بالنسبة لي يعني التوقف من تضييع الوقت بالقائمة وكل اسم فيها والبحث بالنت، فبالتأكيد يوجد على النت مواقع تقوم عنا بهذا الشيء لدحض بعض الادعاءات العلمية التي لا تستند على أدلة، والتي نستطيع بدل من إعادة عملهم على الأقل أن نستفيد منهم في اختصار الوقت والجهد بعد التأكد من معلوماتهم بالطبع بمقارنتها بمواقع أخرى فعلت ذات الشيء، وخصوصا كما ذكرنا بأننا نحن نفعل ذلك لكي نعطي مثالا على كيفية تقييم ما يقال وعدم الوقوع في شباك المحتالين باستخدام آليات النقد العلمي الصحيح لدينا، وطبعا بعد البحث لم يخب ظننا. ففي هذا الموقع Skeptical Science وجدنا تحت عنوان Claims of Peer Review for Intelligent Design Examined and Debunked، أي وجدنا من سبقنا في تحليل القائمة المقدمة من قبل مؤسسة ديسكفري وبيان أنها جميعاً مراجعات غير معتبرة ولا منشورة بمجلات مرموقة بالوسط العلمي، ولكم أن تروا التفاصيل في الموقع الذي وضعنا رابطه في صندوق الوصف وكتب تحت عنوان دراسة ودحض ادعاءات مراجعة الأقران للتصميم الذكي، وكذلك تحت عنوان اختيار التصميم الذكي مراجعة الأقران، وكلها سنقوم بوضعها في صندوق الوصف للفيديو لمن يريد أن يدخل بالتفاصيل. وبصورة عامة نلاحظ ضمن قائمتهم بحوث منشورة في مجلات ليست علمية
موثوقة ولا تملك أي مصداقية من مثل بايو كومبلكسيتي ولايف، أو عبارة عن مقالات في مجلات خلقية مثل ديزاين أند نيتشر أند إيكو داينامكس، أو مقالات وضعت نتيجة عقدت بين الخلقيين أو كمقدمات لها، أو مجلات ليست علمية أصلاً بل فلسفية، أو مجلات يراجع مقالاتها المحررون فيها أو من يمتلكوها وليس أقران في التخصص كما وجدنا من أول اسمين. وكمثال على هذه الدوريات الفالسو سنقوم بمراجعة لأحد هذه المجلات، أي بايو كومبلكسيتي، من هذا الموقع الرسمي للمكتبة الوطنية الأمريكية للتعليم العلمي، وتحت عنوان آخر جرنان للتصميم الذكي، والذي أيضا وضعنا رابط له بالصندوق للاستزادة. وكان ملخص المقال أن بايو كومبلكسيتي هي الابنة بالتبني من قبل ديسكفري، وهذا لأن حسب الترجمة بما أنهم لم يستطيعوا أن يقنعوا المؤسسة العلمية بجدارة فكرتهم، فالخلقيين انخرطوا ومنذ زمن بعيد في مشروع بناء مؤسسات مضادة تقوم بتقليد ليس فقط المجلات بمراجعة الأقران، بل أيضا مجتمعات احترافية ونشرات الكتب المدرسية وتنظيمات إعلامية ومتاحف التاريخ الطبيعي وبرامج الدراسات العليا في جامعات معتمدة رسميا. ولكم أن تحكموا على بقية الأسماء في قائمة ديسكفري. لكن السؤال المهم هو لماذا نجد هذه الأوراق منشورة فقط في مجلات الخلقيين، يعني مثل مجلة مثل بايو كومبلكسيتي، يعني لماذا لا نراها في مجلات تمتاز بثقة المجتمع العلمي ومحايدة مجلات من مثل باب ميد مثلا. باب ميد هي المكتبة الوطنية للعلوم الطبية، والتي ممكن على الأقل أن تعطينا الضمان على أنها تم مراجعتها من قبل متخصصين، أي أنه إن استطاع أحدهم أن يأتي بورقة علمية واحدة موجودة في باب ميد في مجال مراجعة الأقران بالتحديد، فهذا يثبت أن التصميم الذكي نظرية أو افتراض علمي جدير بالمطالعة، وعندها يمكن أخذ الفكرة محمل الجد كبداية على الأقل. لكن كل ما نجده منشورا في هذه المجلة بهذا المجال ومع قلتها، فهي لا تعدو عن كونها مآخذ على الداروينية بالتحديد. وبالتأكيد لا أحد ينكر أن هناك قضايا ساخنة في كل نظرية، والتطور ليس استثناء، ولكن هذه القضايا لا تهدم بناؤه الأساسي، وبالتأكيد لا تثبت التصميم الذكي. وبنظرة سريعة على بعض هذه الأسماء بالقائمة نجد بعضها بالفعل هزلية، فهنالك مثلا شخص باسم ديفيد أيبل قام بعمل المراجعة ل 17% من هذه القائمة، ومعروف فيها أنه مدير مركز علمي ورئيسه التنفيذي وينشر أوراقه العلمية بهذه الصفة كما نرى في المصدر المعروض، بينما تجد عند البحث عن عنوان ذاك المركز أنه مسجل في جراج منزله. يلاحظ أيضا أن مقالات هذه القائمة منها ما هو في تخصص فيزياء وكونيات، فما علاقة الكون بالبيولوجيا؟ وحتى لو افترضنا أن التطور موجه، فهذا ليس له علاقة بنظرية التطور، فالتطور نظرية تحكي قصة تنوع الأحياء، سواء نشأت هذه الحياة الأولى من خلال إله أو من خلال ساحر سماوي أو من خلال كائنات فضائية، لن يتغير شيء في نظرية التطور، وستستمر العجلة تسير مدفوعة بالانتخاب الطبيعي وآليات التطور الأخرى. القنيبي يردد ما لقنا من الخلقيين بعبارات عامة من مثل أن هناك بحوث تثبت التصميم الذكي، مستغلاً جهل العامة في معرفة اللوبيات الخلقية وخصوصاً بالولايات المتحدة، ليوهم متابعي أن نظرية الخلق لا تقل أهمية عن نظرية التطور بين علماء عالميين، مستغلاً بذلك وسائل أقل ما يقال عنها أنها لا تليق بدكتور. وأخيراً من موقع
ساينتيفيك أمريكا وتحت عنوان 15 إجابة على هراء الخلقيين المعادون للتطور يريدون يخلقوا مكاناً للخلقية أو الخالقية بهدم العلم الحقيقي، لكن جدالهم لا يرتقي إلى ذلك. وبالمقابل لا توجد نشرات علمية جادة لدحض نظرية التطور، ففي أواسط تسعينات القرن الماضي قام جورج دبليو جي والذي كان يعمل وقتها في جامعة واشنطن بمسح الآلاف من الجورنالات في الأدبيات العلمية الرئيسية للبحث عن مقالات على التصميم الذكي أو نظرية الخلق العلمية، ولم يجد أي منها في مئات الآلاف من التقارير العلمية، كما بينت المسوحات التي قام بها كل من باربرا فورست التي تعمل في جامعة ساوث إيسترن لويزيانا، وكذلك لورنس كراوس والذي كان يعمل وقتها في جامعة أريزونا ستيت يونيفرسيتي بأنها عقيمة بالمثل، أي أن كل هؤلاء لم يجدوا أي دراسات علمية جدية عن نظرية التصميم الذكي أو الخلقية بعد تفحص شامل لآلاف المجلات والدوريات العلمية، ولم يجدوا أثر لأبحاث مراجعة الأقران تثبت وجود تصميم ذكي. لكن طالما أن يوجد هنالك إيمانيات محركة، فنظرية التصميم الذكي ستظل لها مريدين. هؤلاء المريدين قد يكونوا في ازدياد، وجماعة الخلقيين ومؤسساتهم نشيطين جدا، وخصوصا سكان ما يسمون بولايات الحزام الإجيلي بأمريكا. وهؤلاء منهم علماء عملوا قائمة في الشبكات العنكبوتية يشجعون الآخرين على توقيعها، ودائما ما يذكرهم الخلقيون ويتباهون بتزايد الأعداد في هذه القوائم لمن يعارض نظرية التطور. وطبعا ذلك لم يفت صاحبنا القنيبي الذي استخدمها كدليل ليس فقط على أن هناك معارضة بين العلماء بالعالم للنظرية أو لنظرية التطور، بل هي حتى دليل على صحة نظرية الخلق، أو كما قال تصرح برفض نظرية التطور وبأنه لابد لهذا الكون من تصميم ومصمم. وهنا يأتي خلط الأوراق واستغفال العقول، فلنأخذ رحلة قصيرة في هذه القائمة ونحللها لنرى ماذا فعل القنيبي. أولاً القائمة من مركز ديسكفري، وهذا المركز مفروغ من توجهه الأيديولوجي، وهو بالمناسبة مشهور بنشره العلوم الزائفة، وهذا موجود بالتفصيل في هذا المصدر. ثانياً معظم الموقعين والذين كان عددهم 900 شخص كما نراه بالمصدر الموجود على الشاشة، نجد أنهم غير متخصصين بعلم التطور أو البيولوجيا، فمنهم مهندسين مدنيين، ومنهم مهندسين كهربائيين، ومهندسي حواسيب وأنظمة، ورياضيين، وفيزيائيين، وعلماء أحصاء إلى آخره. ولقد عملنا حسبة بسيطة لنسبة عدد منهم خارج الاختصاص، فوجدناهم حوالي 370 شخص، يعني أكثر من ثلث القائمة هم مجرد باحثين لكنهم ليسوا ذوي اختصاص في موضوع البحث. البيان نقول بكل صراحة، نحن نشكك من ادعاء بقدرة طفرة العشوائية والانتخاب الطبيعي أن تحسب في تعقيد الحياة، وعليه فلا بد من تشجيع التفحص الدقيق للأدلة الدارونية، أي أن الموقعون لا يعترضون على التطور ولا على الأصل المشترك للأحياء، بل أنهم متشككين في ميكانيكية عمل النظرية وفيما إذا كان الانتخاب الطبيعي والطفرات العشوائية لوحدها
قادرة على تفسير كل التعقيد الموجود في عالم الأحياء. من نفس موقع الوثيقة وتحت عنوان الأسئلة التي غالباً ما تطرح أو Frequently Asked Question كما نراه على الشاشة، هنالك السؤال يقول: عندما يتم التوقيع على المعارضة العلمية على الداروينية، فهل هذا يعني بأن الموقعين يريدون نظريات بديلة مثل التنظيم الذاتي أو البنيوي أو التصميم الذكي؟ والإجابة كانت لا. عندما يتم التوقيع على العريضة فالعلماء يتفقون ببساطة على العريضة كما هي مكتوبة. توقيع العريضة لا يشير إلى الموافقة أو عدم الموافقة مع أي نظرية علمية أخرى. هل سمعت يا القنيبي؟ وتوقيع العريضة أيضاً يعني دعم الاختبار الحذر للأدلة على نظرية دار. إذن يبدو أن الجماعة متحفظين بالجملة على فكرة الخلق المباشر أو التصميم الذكي، ويريدون النأي بأنفسهم عنها لأنهم يعلمون أنها لا تملك أي سند علمي. فمن أين أتى القنيبي بالدليل على صحة التصميم الذكي عندما قال تصرح برفض نظرية التطور وبأنه لا بد لهذا الكون من تصميم ومصمم؟ رابعاً، تم عمل استجواب لبعض الموقعين السابقين فأقروا بعدم معارضتهم للتطور ككل، وأنهم يصدقون بفكرة السلف المشترك، حتى أن البعض أقر بأن الديسكفري قامت بطريقة ما بخداعهم. هذا الموقع الذي ترونه بالصورة قام بالتحقيق مع القائمة والاتصال بكل الأسماء في قائمة ديسكفري التي نشروها، ليكتشف في النهاية أن المتخصصين في البيولوجيا والعلوم القريبة منها والذين يرفضون فكرة التطور، أي أن الكائنات الحية تنحدر من أسلاف مشتركة، هم اثنين فقط لا غير، لتصبح القائمة الحقيقية هي هذه العريضة. وأخيراً، هناك مشروع طريف قام به المركز الوطني للتعليم العلمي في الولايات المتحدة ليرد به أنصار التطور على هذه القائمة بعمل قائمة موازية هزلية باسم Project STEAM. في هذا المشروع أو هذا البروجكت يقوم المركز بجمع تواقيع على جميع العلماء المؤيدين لنظرية التطور من الذين أما اسمهم ستيف أو من أحد مشتقاته. والطريف أنه مع أن هذه الحركة كانت مجرد للضحك، إلا أن عدد القائمة ستيف صار ضعف عدد الموقعين على ورقة ديسكفري، حيث بلغ عددهم 1448 شخص كما نرى على الشاشة. ترى هل سيخجل الخلقيون المشوهون للعلوم بعد كل هذه المهازل؟ لا نعتقد، فهؤلاء فكرهم المؤامراتي لن يهدأ إلا بعد أن يهدموا نظرية التطور، وكأن بهدمهم للنظرية يكون ذلك اتصار أوتوماتيكي لنظرية التصميم الذكي الذي كما وصفها سيدني هارس في هذا الكاريكاتير يبدأها الخلقي بالخطوة الأولى علماً ومعادلات رياضية، وفي الخطوة الثانية تدخل المعاجز، وفي الخطوة الثالثة ترجع للعلم والمعادلات الرياضية. يعني تقول له كن أكثر دقة في الخطوة الثانية، أي عندما ذكرت المعجزة يصرخ بوجهة أنها مؤامرة كبرى. والقنيبي حتى لا ينكر ذلك عندما كرر أنه نعم هي مؤامرة كبرى. شكرا لكم، ونراكم في حلقات قادمة مع سلسلة أخرى من الحركات البهلوانية للخلقيين. سلام.